مصر عندها شبكة ري معقدة جدا من الترع والمصارف، أطولها بتصل لحوالي 55,000 كيلومتر. واللي انت ما تعرفوش ان شبكة دي مهمتها توصل المية لكل قطاعات الدولة في الوقت المناسب وبالكمية المطلوبة. الحكاية ان وزارة الري بتستخدم احدث الوسائل التكنولوجية علشان تحسب كمية المية المطلوبة لكل محافظة عن طريق 3 حاجات: مساحة الاراضي الزراعية، نوعية المحاصيل اللي هتتزرع، احتياجات المحافظة من مية الشرب والمية المستخدمة في الصناعة. النيل مش محتاج مسدسات مية علشان نرش بيها حد يتيمه، محتاج نفهم ويبقى عندنا وعي بالمية اللي بنحتاجها. حافظ عليها تلاقيها. قابلت انا مهتم الامن، قابلت وسع يلا وشاكي، وقفت ساكت قدامها بصراحه قلب انا مش قادر، وقفت ساكت قدامها بصراحه قلب انا. يا سلام، اليوم على شط النيل رائع، واحد نفسه يبقى عايش هنا على طول. المية مهمة لأننا بنعتمد عليها في الشرب والنظافة العامة، فتخيل لو المية دي مش نظيفة، وده اللي بيحصل لما بترمي حاجة في النيل. انت وغيرك وغيرك وغيرهم كتير بيرموا مخلفات في النيل، ومخلفات المصانع دي مشكلة تانية، خصوصا لما تبقى كيميائية وبتقضي على الحياة النباتية في النيل. ده غير كده إن المية الملوثة دي هي اللي هنستخدمها في الزراعة. تخيل اللي هيحصل لمعدتك لما تاكل أكل مروي بمية ملوثة. وعلشان كده لازم نحافظ على النيل لأنه شريان الحياة، وواجبنا الحفاظ على نظافته، لأن المصري القديم تعهد إنه مش هيلوث ماء النيل وأقسم على ذلك. فهمت المشكلة بتحصل إزاي وإزاي لازم تساعدني مش تقعد ترمي وتردم في النيل؟ هو انت يا تيمو ما تعرفش اي حاجة عن نهر النيل؟ انا عارف كل حاجة. فعلا؟ زي ايه مثلا؟ اولا ان النيل نهر. يا تمساح، وطالما عارف انه نهر، ما تعرفش معلومات عن النهر اللي بيمدنا في مصر بالحياة؟ معلومات زي ايه؟ تعال شوف. ليه رحلة زي اللي انت بتقول عليها صعبة؟ نهر بطول 6,695 كيلومتر بيمر بشلالات صعبة العبور، تفتكر تقدر تعدي فيه بمركب عكس اتجاه المية؟ وعلى الرغم من اتخاذ أكتر من شخص لتحدي اكتشاف المنابع، إلا أنه واجه صعوبات عديدة، منها الشلالات والأدغال الكثيفة المحيطة بالنهر. علشان كده أكتر من شخص بيتم نسبة اكتشاف المنابع ليهم. متشكر جدا يا بروفيسور فيرو، بوظتلي كل خطط الأجازة. مين قال كده؟ لو عايز نعمل رحلة ممكن نعملها. ها؟ ازاي؟ ايه رأيك بقى في الرحلة دي؟ ها؟ هتبقى أروع رحلة في الدنيا. واحد.